يعني استاذه محترمه جدا، وهي اصلا من عندنا في قسم الامانه. ماشي، وقلت لها يا جماعه يا دكتوره امينه، الطلبه دلوقتي في عندهم مشكله ان المدرج 8 صغير، عايزين مدرج كبير. وهي فعلا يعني اعتذرت لي في منتهى الذوق وقالت لي ما اقدرش علشان هيحصل لخبطه، وفي اساتذه بتزعل لما بننقلهم من المدرج ده للمدرج ده، فلو سمحت احنا يعني عملنا اللي علينا وسالناه. اللي حصل النهارده ايه بقى؟ ان انا جيت دخلت المدرج ايه؟ 8 عادي. قالوا لي لا انت هتدخل المدرج بتاعك، دخلت. فلقيت الاستاذ علاء اللي هو المسؤول عن المدرج، فسالته هو في حد في المدرج 12؟ قال لي لا. قلت له طب قافلينه ليه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له طب ممكن ندخل؟ قال لي اه حسن. طبعا على ما هو سال كان انتوا دخلتوا كلكم مدرج كام؟ 8. قلنا معلش عشان كل واحد يقابلني، حرام عليك، منك لله، ربنا يهديك.
ايه بقى اللي انا رسمته ده؟ ده مقطع عرضي في الميد برين كله، مقطع عرضي فين؟ في الميد برين. دول الدراعين اهو، يبقى كده انتيريور، ودول الكور اهو، يبقى انا كده بوستيريور. قام واحد بقى قال عليا ايه بقى الفتحه اللي انت رسمتها لنا فجأة دي نازله في نص الميد برين؟ طلع ان اللي قسم الميد برين لدراعين قدام واربع كور ورا، ادي دراعين من قدام اهو وادي اربع كور من ورا اهو، ان في ضغط نازله في نص الميد برين، في ضغط نازله في خط النص بتاع الميد برين. الضغط دي اسمها سيريبرال اكوي ضغط اوف سيلفس. اسمها ايه يا اخويا؟ سيريبرال اكوي ضغط اوف سيلفس. تعالى نقسمها مع بعض كده. سيريبرال يبقى موصلاني فوق بالسيريبرال. اكوي يعني سائل، اللي هو اللي اسمه السي اس اف اللي انا قلت لك هيخرج جوه المخ وبعدين ينزل في السباينال كورد. ضغط يعني قناه. سيلفيس ده الراجل اللي اكتشفها. حلو الكلام؟ يبقى انا قسمت الميدبرين لدراعين قدام واربع كور من ورا عن طريق الضغط دي اللي نازله في الميدبرين اللي اسمها سيريبرال اكوداكتو سيل. اللي مش متخيل وضع الضغط دي هنا يبص في اللقطه دي. اللقطه دي انا باصص من الجنب. ده ساجيتال سيكشن ولا سايد فيو؟ ساجيتال سيكشن. ليه يا بابا ساجيتال سيكشن؟ لان بصوا كده اللي انا بقسمه النقط ده، في ناس معايا وناس نايمه. اللي انا بقسمه النقط ده السبيس اللي ما بين العضله قبل كده، دي الباك اوف بونس، ودي الباك بتاع النص الفوقاني بتاع المظله اللي بيسموها اوبن ميدل، وده السيريميلا. النقط دي سبيس. حضرتك فاكر لما قطعت السيرجيكال كان اسم السبيس ده الميكانيكال الرابع. حصل؟ اطلع بقى فوقيه انت كل كلامك صح. ما علينا، مش دي دلوقتي القضية، احنا عايزين نبص في المقطع العرضي ده على الدراعين بتوع الميد برين، ادي دراع وادي دراع، واللي جاوب هيبقى واد جدع، ايه دي؟ اللي انت قدامك ولا في نص، في ناس ما عندهاش تخيل خالص، حبيبي انا واخد مقطع عرضي في الميد برين، ادي الدراعين اللي قدام وادي الكور اللي ورا، هيبقى اثنين بس مش الاربعة. حضرتك دي للانتر بلانكولا فوسا اللي موجوده ما بين الدراعين، خلي بالك النيورون كله قطع عرض، قطع بالعرض هوريزونتال، قطع بالطول ساجيتال. لسه قدام بقى هتقطع قطعيه زي التاب كورونال، مش خدتوا ان في سوتشر في الاسكال اسمها كورونال سوتشر، هناخد قطعيه في البرين اسمها كورونال سيكشن، يبقى قطع زي التاب. من غير الثلاث قطعيات الثلاث سيكشنز دول انت مش هتبقى فاهم اي حاجه في النيورون. بص بقى معايا قول لي ايه رايك؟ طلع الدراعين اللي قدام دول بنقسم كل دراع لكام طبقه؟ ثلاثه. الحته الاماميه دي اللي انا رسمتها بالاحمر بيسموها كروس سيريبرال، يبقى الطبقه الاماميه دي واكبرها شويه معلش اهي بيسموها ايه؟ كروس سيريبرال. على فكره كلمه كروس يعني دراع، وسيريبرال لانه واصل فوق لمين؟ للسيريبرال. الدراع قسمه كام طبقه للناس اللي مسؤوله؟ ثلاثه. يبقى
اسمه بيراميدال تراكت. طب تعالى معلش بعد اذنك حد كده يبص معايا يفكرني في الرسمه دي. ادي القصين بتوع المخ اهم. كان في اريا في القشره الخارجيه اسمها اريا كام يا ماما؟ اربعه. اريا اربعه دي اللي بيطلع منها التراكت اللي اسمه بيراميدال. احنا قلنا اغلبيه الفايبر بتاع البيراميدال تراكت 40% منهم بيطلعهم اريا اربعه اللي في القشره الخارجيه. افكرك كده بالبيراميدال تراكت عشان خاطر الحبايب. كان بينزل البيراميدال وينزل في الميد برين وينزل في البونس وينزل في المظلة يعمل التيرن وفي نهاية المظلة 75 او 85% من الفايبر كانت بتعدي للاوبوزيت سايد. الكلام ده زي الناحية التانية اهو. يبقى الناس اللي باصة معايا ادي حضرتك البيراميد التراكت بتاعت الناحيتين. اما ال 15 او ال 25% ما كانوش بيعدوا للاوبوزيت سايد في نهاية المظلة. ينزلوا تحت ويعدوا الاوبوزيت سايد في السباينال كور. بس قلنا 5% منهم نيفر كروس. الكلام ده انا قلته ما قلتوش. حد فاكر الفايبر دي كان اسمها ايه؟ لا ده اسمها كورتيكال سباين. اسمها ايه يا بابا؟ صحيح. وحياه النبي وانا نازل كده في الدراع بتاع الميد برين هنزل فين؟ طلع بنزل في الكراس سيريبرال يعني في الطبقه الامانيه من الدراع. يعني هنا كل يبص هنا الاكس اللي عاملها دي الاكس اللي عملتها دي هي الكورتيكو سباينال فايبر وهي نازله في الدراع تنزل في اي طبقه؟ الطبقه الاماميه اللي اسمها ايه؟ كراس سيريبرال. المفاجاه بقى ومحدش يسرح مني هو انت بتحرك ايه؟ ابو واحد جدع قال لي انا بحرك حضرتك ايدي ورجلي. قلت له ما بتحركش ولا وشك عينيك ما بتتحركش الفيس بتاعك ما بيتحركش النت بتاعتك ما بتتحركش انا بيتحركوا. قلت له يعني ايه؟ قول لي بص معايا اللي هعمله دلوقتي. طلع ان البيراميدال تراكت مش فقط كورتيكو سباين. طلع ان البيراميدال تراكت مش فقط ايه؟ كورتيكو سباين. كل يبص معايا ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا رسمت هنا الان نواتين ورسمت هنا الاتي اربع انواع ورسمت هنا الاتي اربع انواع. اما واحد قال ايه بقى اللي انت رسمته ده؟ رديت رد حلو قوي. قلت له ايه بقى؟ الكرينيال نيرفز كانوا بيطلعوا من البرين ستيم. بيطلعوا منين؟ من انويه هو البرين ستيم معدنيه 28 حصل؟ الاولاني بتاع الشبه بيطلع من الاخير والثاني بتاع البصر بيطلع من العين والثاني بتاع السمع والالتزام بيطلع من الاذن الداخليه. قال لي ايه بقى اللي انت رسمته ده؟ اسمع وقول لي رايك ايه؟ في الميد برين انا حاطط جوه نواه العصب الثالث والرابع. في البونس انا حاطط من جوه انويه الاعصاب خمسه وسته وسبعه وثمانيه. اما تجيب انت مش قلت ثمانيه مش هيطلع؟ اه يا حبيبي مش هيطلع بس هيدخل الحمد لله. حضرتك في المظله حاطط انويه تسعه و10 و11 و12 يبقى اللي انا راسمهم بفضل دول ايه الناس اللي نايمه؟ انويه الكرينيال نيرفز اللي ليها علاقه بالبرين ستيم. كله يرد عليا. ميد برين فيه نواه تالت والرابع. البونس فيه خمسه وسته وسبعه و8 المظله فيها تسعه و10 و11 و طلع بقى ان البيراميدال تراك مش بس كورتيكو سباينال. امال طلع ايه؟ كل يبص هنا معايا طلع ان في فايبرز بيراميدال هيتيجي حضرتك من فوق من اريا اربعه وتنزل. هتنزل فين؟ قام واحد قال لي بتنزل في الميد برين وبعدين تنزل فين؟ تنزل في البولس وبعدين تنزل فين؟ تنزل في المضام. بس ما تكملش لاخر المضام. بص عملت ايه؟ اول ما تدخل المضام تقف. قام واحد قال لي والفايبر بتاعت البيراميدال دي ام لون ازرق لازمتها ايه؟ كل البص انا عامل ايه؟ ببعت لانويه الكرينيال نيرف ببعت
في كم نوع من الفايبر؟ اثنين، كورتيكو سباينال وكورتيكو نيوكليير او كورتيكو بالبر. اللي جدع الكورتيكو سباينال دي كانت بتروح للانتيريور هورن سيلز بتاع السباينال كور اللي تبعت موتور فايبر وتحرك لك ايدك مين؟ رجلك. الكورتيكو نيوكليير طلع بتبعت لانويه الكرينيال نيرفز، انويه الكرينيال نيرفز هيطلع منها بقى الكرينيال نيرفز الموتور فايبر، اروح احرك بقى عينيا ووشي ورقبتي. حد فهم حاجه؟ اذا الدرامي ده الدرامي في كام نوع من الفايبر؟ اثنين. اللي جايه من الكورتكس رايحه الانتيريور هورن سيلز وسباينال كور نسميها ايه؟ كورتيكو سباينال، دي اللي تحرك ايدي ورجلي. طب والفايبر البيراميدال اللي جايه من الكورتكس تروح لانويه الكرينيال نيرفز اللي في البرين ستيم اسميها ايه؟ كورتيكو نيوكليير او كورتيكو بالبر، ودي اللي هتحرك ايه؟ الهيد بالايس طبعا والنيك. الناس فهمت حاجه؟ يبقى الناس اللي باصه معايا انا هكتب لك هنا على جنب اهو البيراميدال تراك طلع يوجد فيه نوعان من الفايبر، كورتيكو سباينال والثانية كورتيكو نيوكليير، أو اسمها الثانية محدش عبرني كورتيكو بالبر. كويس جدا. يبقى أنت بتحرك إيدك ويبدأ بالكورتيكو مين؟ سباينال، وتحرك الهيد والنيك بالكورتيكو مين؟ بالبر. واحد يقول لي طب الكورتيكو نيوكليير أو بالبر دي نازلة فين؟ أقول له معدي في 100 جنيه أهو في التراك. الكسر بار اللي هي الطبقه الاماميه في الدراع هم الكورتيكو سباينال والكورتيكو نيوكليير بتوع البيراميدال تراك. الاكسين دول اللي انا رسمتهم نازلين في الدراع بتاع الميدبرين في الطبقه الاماميه اللي اسمها الكسر بار دول الكورتيكو سباينال والكورتيكو نيوكليير فايبر بتوع البيراميدال تراك. عرفنا الكسر بار مهم ولا مش مهم؟ مهم. حلو. تعالوا نبص ايه اللي بعد الكسر بار. قول لي ده مختلف اهو اكس حمرا واكس ايه؟ حمرا. وانا عندي اثنين بيراميدال تراكس يا جماعه. في نفس الدراع ورا الكراس ريباي انا كل ده في الدراع يوجد طبقه لونها اسود. الطبقه اللي لونها اسود دي عباره عن بلاك لامينا اوف جراي ماتر، لامينا يعني قطعه، بلاك يعني لونها اسود عشان دي جراي ماتر. سبستنشيا نيجرا. انا واحد قال لي دي بتاعت ايه دي بقى؟ It is an extra pyramidal center. مش انا هناك في مضادك 8 قلت لك ان عندي بيراميدال تراكت واحد على كل ناحيه؟ انما عندي اكسترا بيراميدال تراكتس كتيره وقلت لك سبب الاكسترا بيراميدال تراكتس كتيره ان في سنترز كتيره اكسترا بيراميدال منوره في السريبروم والبرين ستيم قال دي واحده من الاكسترا بيراميدال سنترز. اما واحد قال لي طب لونها لان فيها صبغه اسمها الميلانين بيجمنت ودي لونها اسود، يبقى دي اسمها سبستنشيا نيجرا. اهميتها عندنا ان دي اكسترا بيراميدال سنتر. اللي جاوب السؤال ده يبقى بيتزاد، هي دي اول ولا تاني اكسترا بيراميدال سنتر في امريكا؟ تاني. ودخلنا في المدار الاوليف كان في نوع مدفونه اسمها انفيريور اوليفر نيوكليس وقلنا دي اكسترا بيراميدال سنتر ودي تاني اكسترا بيراميدال سنتر نسمعها. الحته اللي من ورا دي الناس تبص لي الحته اللي من ورا دي في الدراع اسمها بيجمنتم. اسمها ايه؟ بيجمنتم. اما تيجي تسالني ودي فيها ايه؟ ردت عليه رد حلو قوي. البيجمنتم دي فيها نيوكليار. فيها ايه؟ نيوكليار. من ضمن النيوكليار اللي هيكون لها الانايم هلاقي هنا النواه الثالث والنواه الرابع. هو انا مش لسه قايل ان الثالث والرابع انيتهم في ال 100 جرام؟ طلعوا موجودين في ال 100 جرام. فين بالتحديد؟ الجزء الخلفي من الدراع اللي اسمه تجمنت. ادي النواه الثالث والرابع بتوع الناحيه الثانيه. هل التجمنتم ده ما فيهوش الا انويه بس؟ قال لك لا، ده في فايبر هنا هو. الفايبر اللي هنا في التجمنتم دي الفايبر اللي طالعه بالسنسيشن. طالعه بمين؟ بالسنسيشن. يبقى لو حد سالك النهارده الدراع بتاع الميجرين اللي احنا خلصناه المره اللي فاتت اللي اسمه سيريبرال بلانكن لما خدت مقطع عرضي لقيت فيه كام طبقه ممكن اقول له؟ ثلاثه. الطبقه العلميه اسمها كراس الاجرار ولقيت نازل فيها التراكت الاسمه بيراميدال اللي فيه كام نوع من الفايبر؟ اثنين. اللي هتحرك ايدي ورجلي اسمها كورتيكو سباينال ام لون احمر. اللي هتحرك
بتاعتيني في البوستيريور سيرفيس ده انا مش مسؤول عنه. بصوا لي هنا، لما جيت بصيت على الميد برين من ورا لقيته اربع كور، ادي كورتين حمر اهم وادي كورتين زرق اهم. بيسموا الاربع كور بتوع الميد برين من ورا دول تكتم. بيسموا الاربع كور بتوع الميد برين اللي من ورا دول ايه؟ تكتم. الاربع كور دول عباره عن اربع راوندد اليفيشن، اربع ايه؟ راوندد حتت مدوره عاليه، بيدوهم اسم بيسموهم سوبيريور كوليكيولار. بيسموهم سوبيريور ايه؟ اللي حضر الكونس لما خدنا الكونس من ورا اللي كان بيدخل في عمل النص الكهاني من قضيه الكونس فينتريكال، كان في حته عاليه اسمها فيشيال كوليكيولس، وساعتها قلت لك كلمه كوليكيولس يعني راوندد اليفيشن. دول ليهم اسامي ثانيه على فكره، تمام؟ غير ان دول سوبيريور كوليكيولار ودول انفيريور كوليكيولار. بيسموا الاربعه اسم مفقود عليهم في الكتاب ما بين قوسين كده، دول بيسموهم كوربورا وادريجينيا. بيسموهم ايه تاني؟ كوربورا وادريجينيا. طبعا في ناس بتقول انا ما اعرفش يعني ايه كوربورا وادريجينيا. كوربس يعني جسم، كوربورا هي جمع كوربس، يبقى دول اجسام. حد سالني يعني ايه كوادريجينيا؟ الرباعي التوأم. الرباعي ايه؟ التوأم. يبقى انا الاربعه على بعض اسمهم تكتر. الاثنين اللي فوق اسمهم سوبيريور كوليكيولار، الاثنين اللي تحت اسمهم انفيريور كوليكيولار. على بعض الاربعه ممكن اسميهم كوربورا وادريجينيا. يعني ايه كوربورا؟ جمع كوربس يبقى اجسام. ويعني ايه كوادريجينيا؟ يعني كواكب رباعيه، يعني الاربعه شبه بعض شبه التوائم. حلو الكلام؟ حلو. بص بقى الشرح في الكتاب، كلمه على دي وكلمه على دي ومعاك ربنا. مكتوب ايه؟ الاثنين اللي فوق دول سنتر عشان الفيجوال ريفلكس، الاثنين اللي تحت سنتر عشان الاوديتوري ريفلكس. حد فاهم حاجه؟ لا. اسمع مني بقى قصه ظريفه. القصه بتقول ايه؟ احنا خدنا المره اللي فاتت طريق النظر اللي فكرني ان هو جدع. كان في ريسبتور اسمها روكس وكونس، والبطل والكونس ديت كانت بتبعت منها هايبر سنين لسيلز في الريتنا اسمها جانجليونيك سيلز. الجانجليونيك سيلز كانت بتطلع العصب البصري اللي اسمه اوبتيك نيرف، اللي كان في كام نوع من الفايبر؟ اثنين. كل الاوبس الفايبر اللي بتفضل لاترال اسمها تمبورال، والفايبر اللي جوه اللي هتعمل ديكاستيشن كان اسمها نيزل. يبقى احنا خدنا الاوبتيك نيرف يوجد فيه لو عندنا الفايبر الاحمر تمبورال والاخضر نيزل، واللي كان بيتقاطع اليمين يقولون اخضر النيزل. اللي هيجاوب معايا يبقى صاحي، ده اوبتيك نيرف ودي اوبتيك كاريزما. واللي صح خد السكال، السكال كانت النورما بيزالس انترنال، من جوه كان فيه جروب كان اسمه اوبتيك جروب او سالكس كاريزماتيكس، ده مكان لما بيتريح الاوبتيك كاريزما. في ناس سمعوا الكلام ده وناس عمرها ما هتسمعه ولا سمع. لو جينا بصينا بعد كده في الاوبتيك تراك، والاوبتيك تراك يوجد به نوعان من الفايبر، اللي جايه من نفس الناحيه تنفل واللي جايه من الناحيه العكسيه نيزل. حد فاكر كانت الفايبر بتاع الاوبتيك تراك بتروح لفين؟ بص هنا. الاوبتيك تراك بينقسم لاثنين روتس، واحد لاترال والتاني نيزل. الفايبر الاحمر والاخضر بتوعي عدوا في اللاترال روت اللي حضر معانا وراحوا البودي تبع الدايكيبيروم كان اسمه ال جي بي. حصل؟ لاترال جينيك للبودي ده كان تبع مين؟ ميتا سالامس. لما خدنا الدايكيبيروم العيله كبير العيله سالامس وتحتيه وقدام ورا هايبر وصار والميتا، والميتا كانت بتدي جينيك للبودي واحد لاترال والتاني ميتا. وانا قلت وانا بشرح ساعتها ان اللاترال يعني قبله في طريق النظر والميتا يعني قبله في طريق السمع. حلو قوي. بعد كده كان اللاترال جينيك للبودي بيلعب ريديشن. الريديشن ده اسمه اوبتيك ريديشن. اروح لمنطقه موجوده في الاوكسيبيتال لوب كان اسمها اريا 17، وانا بشرح قبل كده قلت هتفتكر ان طريق النظر جاي من فوق لتحت، ده جاي من قدام لورا. هذا الدخل ايه بقى اللي انت بتقوله ده بين الاربع كور دول؟ قضيت انا بقى قلت حاجه ظريفه قوي. كل يبص ايه ده؟ قال لي ده مقطع عرضي في الميد برين، وادي ده كورتين من الاربعه. الكورتين
المسلمين دول هم مرون احمر اللي اسمهم سوبيريور كوليكيولار. ايه اللي حصل بقى؟ كله عينه هنا مش مشكلتي. طلع ان في شويه فايبرز من بتوع الاوبتيك تراك ما يروحوش مع اللاترال روت، يروحوا مع الميديال روت. يعني انا اللون الاحمر في شويه منه تروح كده واللون الاخضر شويه منه تروح كده. يبقى الفايبر بتاع الفيجن مش كله هيروح في اللاترال روت، بتاع الاوبتيك نيرف في شويه هيروح فين؟ للميديال روت. هو الميديال روت ده بقى عمل ايه؟ بص هنا، طلع الميديال روت ده مسك اللاترال جينيكيول بودي في السوبيريور كوليكس. شايف حضرتك الميديال روت ده وهو نازل عدى مسك اللاترال جينيكيول بودي وبعدين راح طالع مين؟ في السوبيريور كوليكس. قام واحد قال لي طب ما تيجي نسمي الميديال روت ده اسم، اوعى تسمع مني، اسمه سوبيريور بريكيوم كوادريجينيا. اسمه اخويا سوبيريور بريكيوم كوادريجينيا. يعني ايه بريكيوم؟ دراع. وسوبيريور لانه رايح للسوبيريور كوليكولس. وكوادريجينيا ليه؟ فطلع واد بقى محترم رد عليا قال لي ايه؟ قال لي تعالى بص في اللقطه دي. قلت له حلوه قوي، مالها اللقطه دي؟ قال لي ده الدراع ده السوبيريور بريكيوم كوادريجينيا بتاع ناحيتي. وده الدراع ده حضرتك السوبيريور بريكيوم كوادريجينيا بتاع الناحيه الثانيه. واكيد في الانفيريور كلوكيولاي هنلاقي فيه انفيريور بريكيوم كوادريجينيا وهنا في انفيريور بريكيوم كوادريجينيا. يعني في كام دراع؟ اربعه. يسموهم الاربع دراع التوائم، فيسموهم بريكيا جمع بريكيوم كوادريجينيا. يبقى انت عندك اربع اجسام توائم سميناهم كوربورا كوادريجينيا، واربع دراع توائم سميناهم بريكيا كوادريجين. قال لي دخل الكلام ده ايه اللي احنا بنقوله؟ لا ده دخل ده انيوت يا جماعه من اوضه التراك الميديا، سميته سوبيريور بريكيا ايه؟ كوادريجين. ده حضرتك لزق في اللاترال جينيكول بودي ولزق في اني كوليكولاس سوبيريور بريكيا. اسمع بقى مني اللي هقوله بعد اذنك ولا تقول لي صح يبقى بيفهم. وانا قاعد كده انا باصص ناحيتي بس شايف في حد جاي من ناحيتي او في ضوء جاي من ناحيتي. الطبيعي لما بشوف لايت ستيميولاي حضرتك لازم الفكر، يعني انا شايف واحد داخل من هنا او شايف ضوء جاي من هنا، هعمل حركه فين؟ وطلع والجدع اللي اعمل حركه في الهيد والنك واعمل حركه في الليمس بتاعتي في الاطراف عشان اتفكر. بس ممكن ما انا بعمل الحركه دي اختل التوازن بتاعي وقع. لما واحد قال لي يعني انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل حركه عشان ابص ناحيه الضوء اللي جاي من الجنب، فعايز اعمل حركه فين؟ في الهيد والنك وفي اللمس بتاعتي، ومع الحركه لازم اعمل اتزان. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له هو ده فايده حضرتك السوبيريور بريكيوم كوادريجينيا اللي هو اني روت من الاوبتيك تراك الميل. طلع شويه الفايبر دول اللي ما وصلوش لللاترال جينيكول بوت وعدوا في الدراع ده راحوا لاني كوليكولاس السوبيري، راح السوبيريور كوليكولاس. يا رب حد عنده دم يقول هيبعت لثلاث اماكن. السوبيريور كوليكولاس ده يبعت للبرين ستيم اللي فيها الانويه بتاعت الكرينيال نيرف اللي مسؤوله عن حركه الهيد والنك، وهبعت للسباينال كورد للانتيريور هورن سيلز اللي مسؤوله عن وعشان ما يختلش توازن لازم ابعت لمين؟ سيريبيلا. يبقى طلع عقبال امل ده انا عندي الريفلكس موفمنت اللي بتحصل في الهيب والنك واللينكس ان ريسبونس تو ذا لايت ستيميولاي. مين السنتر بتاع الريفلكس ده؟ سوبيريور كوليكس. يبقى طلع قصه ظريفه قوي والله. طريق النظر ماشي عادي بس في فايبر من الفيجن مش هتروح لللاترال جينيكول بود، تعدي في الميديا رود بتاع الاوبتيك نيرف. انا سبت على الاوبتيك تراك اللي انا سميته سوبيريور بريكيوم كوادريجين. رايحه فين يا فايبر انت؟ ده انا رايحه للسوبيريور كوليكولس لان دوت السنتر بتاع الفيجوال ريفلكس. طب وهيحصل ازاي الكلام دوت؟ ان السوبيريور كوليكولس لما يوصل الفايبر دي يبعت كم مكان؟ ثلاثة، لأنوية الكرينيا نيرف اللي موجودة في البرين ستيم بتاعت حركة الهيد والنيرف.
للسباينال كورد. طب اسميها تكتو سباين. طب لما ابعت التكتم للسيريبيلا سميها تكتو سيريبيلا. الناس معايا؟ الحمد لله. يبقى انا كده خلصت السوبيريور مين كوليكرز. انت قلت لي على الانفيريور كوليكرز لما لازمتها ايه بقى؟ في الكوليكرز لازمتها ايه؟ دي هتبقى سنتر عشان الاوديتوري ريفليكس. نفس القصه. In response to the stimulus. نفس القصة بتاعت الفيجن. تمام؟ طب ما تيجي نقول أنت بتسمع إزاي؟ حضرتك ده للناس اللي باصة معايا مقطع عرضي في البونس، ده مقطع عرضي فين؟ في البونس. العصب الثامن كان اسمه إيه عشان أنا نسيت؟ فيستيبلو كوكليا. العصب الثامن كان عبارة عن تو ديفيجن، اللي تبع السمع اسمه كوكليا ديفيجن، واللي تبع الاتزان اسمه سمعنا الفيستيبلو ده قبل كده صح؟ كان بيروح لاربع عناوين. في الباك اوف ذا بونس اند الباك اوف ذا برين ستيم. كان اسمهم فيستيبلو نيوكليار اللي كانوا بيعملوا بونتايل فيستيبلو اليفيشن ومدار فيستيبلو اليفيشن. حصل؟ طب تعال نبص بقى الكوكليا ديفيجن. ادي الاذن الداخليه اهي الاكس دي تبقى الانر اير الاذن الداخليه وطلعت العصب الثامن اللي هو كام ديفيجن؟ اثنين. ده الفيستيبلو انا مش عايزه وده الكوكليا. انا بختصر حته طريق السمع مش هقوله كله، انا بس عايز اوصلك معلومه. طلع ان العصب الثامن ده هيدخل للبونس. هيدخل فين؟ حد فاكر كان بيدخل البونس منين؟ ده من الواضح ان انتوا مركزين قوي. يا جدعان مش خدنا الكرينيال نيرفز اللي اتاتش للبونس وكان في منطقه مثلثه ما بين البونس والمضله كان اسمها بونتو سيريبيلا انجل او سيريبيلو بونتاين انجل، ولا انا ما قلتش الكلام ده؟ ده انا ماشي تاتا تاتا والله. يبقى التامن ما يخرجش من البرين ستيم. التامن ايه؟ يدخل جوه البرين ستيم. كل بص بقى يبقى ادي العصب التامن هيدخل جوه البرين ستيم، هيدخل بالتحديد مين؟ البونز. اللي جدع هيجاوب. في نواه هنا اسمها كوكليا نيوكليس وفي نواه هنا اسمها كوكليا نيوكليس. يبقى دول العلاقه بمين؟ للسمع. كل بص انا هعمل ايه؟ الكوكليا فايبر حضرتك بعد اذنك دي لقينا ان شويه صغيرين منها بتروح للكوكليا نيوكليس بتاع نفس النحله. والاغلبيه اللي هرسمهم باللون الاخضر ده بيروحوا للكوكليا نيوكليس بتاع الاوبوزيت سايد. يبقى انا الكوكليا نيوكليس شويه صغيرين بيجوا لها من السيم سايد والاغلبيه بيجي لها من اوبوزيت سايد. الكوكليا ديفيجن اهو شويه صغيرين راحوا لنفس الناحيه والكتير راحوا لمين؟ نفس الكلام زي الناحيه الثانيه اهو عشان خاطر الحبايب. ادي شويه صغيرين راحوا في نفس الناحيه وادي حضرتك عقبال امالتك لقينا شويه كبار هم اللي عدوا لفين؟ للاوبوزيت سايد. الناس اللي مركزه معايا انا راسم هنا في كل كوكليا ديفيجن لونين، الازرق يمثل شويه صغيرين من الفايبر والاخضر يمثل شويه اخضر. ايه بقى اللي حصل؟ طلع هو الجدع. قال ان الكوكليا نيوكليس دي هيطلع حسبه من الفايبر اسمها لاترال لمينيسكس. اسمها ايه؟ ما حدش عبرني. لاترال لمينيسكس. دي جايه سمع من ودن واحده ولا من كتير؟ ودنتين. مين دي من السيم سايد ولا اوبوزيت سايد؟ اوبوزيت. الناس مركزه. الفايبر اللي طالعه دي حسبه الفايبر حضرتك دي شايله سمع اسمها لاترال لمينيسكس جايبه شويه صغيرين زرق من نفس الناحيه وشويه كتير اسود من اوبوزيت سايد. رايحه فين؟ يا رب الناس تبص لي. طلع الفايبر دي هتروح للكوليكولاس اللي اسمه انفيريور كوليكولاس. تروح للكوليكولاس اللي اسمه ايه؟ تبعت فين بقى الانفيريور كوليكولاس؟ طلع ان الانفيريور كوليكولاس تبعت الفايبر بتاعتها عن طريق دراع اسمه انفيريور بريتيوم كوادريجينيوم للبادي اللي اسمه ميديال جينيكال بوز. يبقى انا زي ما وعدتك من شويه ان التصالح مكتوب بوز الجينيكال واحد لاترال والتاني ميديال. اللاترال خدناه في طريق مين؟ النظر. والميديال هناخده في طريق مين؟ السمع. يقوم الميديال جينيكال الفوضي اللي جاي له سمع من الودنتين مرميني من الاوبوزيت سايد يبعت ريديشن اسمه اوديتوري ريديشن اروح لمنطقه السمع
موجودة في التمبورال لوب، يبقى أنا سمعت. يبقى أنت بقى طلع بتسمع إزاي؟ طلع الكوكليا بيوشن بتاع العصب الثامن يدخل جوه الكونف، شوية صغيرين يروح للكوكليا بيوكلس بتاع السيم سايد، الأغلبية يروح للأوبوزيت سايد، نفس الكلام الناحية الثانية، الفايبر اللي طالعة من الكوكليا بيوكلس دي اسمها لاترال لمينيسكس، شايلة سمع من ودن واحدة ولا الاثنين؟ الاثنين وهتمشي سعيد قوي، واول ما تطلع تقول انا ما فهمتش حاجه. انت كده سمعت طريق النظر وطريق السمع، وعرفت الحركه الريفلكس اللي هتحصل ان ريسبونس لللايت ستيميولاي وللاوديتوري ستيميولاي. اسمع كده بسرعه عشان انا خلصت الحته دي. اسمه ايه الكوليكولاس ده؟ ستوبيل. ده ريفلكس سنتر عشان مين؟ فيجن. واسمه ايه ده؟ ده ريفلكس سنتر عشان مين؟ الهير. خلي بالك كل الكوليترز بيتوصل ببعض، اللي فوق ده السوبيريو بيتوصل بمين؟ باللاترال جينيكال بودي عن طريق دراع اسمه ايه؟ سوبيريو بريكيام كوادريجينيا. واللي تحت ده بيتوصل ببعض اسمه ايه؟ ميديال جينيكال بودي عن طريق دراع اسمه ايه؟ انفيريور بريكيام كوادريجينيا. القصه سهله قوي، هتمشي الاول في الفيجن عادي، بعدين تقول مش كل الفايبر بتاع الفيجن بتروح لللاترال جينيكال بودي، في شويه تسيب الاوبتيك تراك تروح عن طريق السوبيريو بريكيام كوادريجينيا. طريق السمع عادي جدا، بس المهم قوي تعرف ان طالع بالسمع ده اللاترال ريسبس شايل سمع من الاثنتين. من منين؟ من الاوبوزيت سايد. رحت للانفيريور كوليترز وابعت عن طريق الانفيريور بريكيام من الميديال جينيكال بود، بس مش كل الفايبر هتروح كده، في فايبر تروح للبرين ستيم والسباينال كورد ويلز سيب تكتو بالور تكتو سباينال تكتو سيب. خلصنا الاربع كور. واد جدع بقى بص هنا وقال لي بص هنا مش ايه؟ ايه دول؟ رديت عليه قلت له وانا مش باصص من ورا، قال لي اه. قلت له مين اللي قال انت هنا وانا شايف؟ سيريبيلا. وكان السيريبيلا بيمسك في البرين ستيم بكام سيريبيلا بدانسل؟ ستة. ثلاثة على كل؟ لا. سمعت انت معايا في المظلة؟ قول لي بص الانفيريور سيريبيلا بدانسل. حصل؟ وسمعت معايا في البونز اللي هرسمها لك دي رجعت لورا دي الميدل سيريبيلر بيضان. اللي لسه ما سمعتهاش معايا هي مين؟ سوبيريور سيريبيلر. يبقى النهارده لما اجي اقول لك ايه الاس سي بي ده تقول لي ده سوبيريور سيريبيلر بيضان. في معلومه خطيره في السوبيريور سيريبيلر بيضان، ما اعرفش انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، ان جوه الميد برين الاثنين سوبيريور سيريبيلر بيضان كان بيعملوا ديكاسيشن. حد خد باله؟ يعني السوبيريور سيريبيلر بيضانكل بتاع الناحيه الشمال من الميدبرين بيروح للناحيه اليمين من السيريبيلر، والسوبيريور سيريبيلر بيضانكل بتاع الناحيه اليمين بيروح للفص الشمال من السيريبيلر. الكلام ده ما كانش بيحصل لا في الانفيريور ولا في الميدبرين، بتاع كل ناحيه كان يروح لناحيه تانيه. صعب يموت الكلام اللي موجود. دول بتوع المدور يرجعوا ورا السيريبيلر، بتوع البونز يرجعوا ورا، كل ناحيه تروح لناحيتها. الغريبه هما الاثنين سوبيريور سيريبيلر بيضانكل بيعملوا جوه الميد برين ديكاستيشن، فالناحيه اليمين من الميد برين متوصله
السيريلم والعكس صحيح. بقى مكتوب ايه الكلام ده عندكم في الكتاب؟ تحت الانفيريو كوليتورال يوجد اثنين فلاتن باند قطعتين فات اسمهم سوبيريور سيريلم ريدنت، كل واحده تمشي دانر باكورد اند لاتر عشان تروح لفص في السيريلم. خلي بالك احنا خدنا في سبيس واللي جدع هو اللي هيجاوب ما بين اي دي دي وما بين الباك اوف بومس والباك اوف اوبن مدار. الفيس ده كان اسمه ايه؟ مش الفورس انتريك لما كنا بنبص له من الجنب ساجيتال كنا بنلاقي شكله تنت شكل، ولما كنا بنبص له من ورا بنلاقي شكله دايموند او رومبوي على مسأ معين. طلع واد جدع قال لي انا هقول لك بقى كده بالمره واخلص الحدود الجانبيه بتاعت الفورس بنت. احنا خدنا القضيه صح؟ خدنا القضيه من الناس الجدعه، كان في فايبر هنا اسمها ميداري صحيح، وكان في سالكس هنا اسمه ميديان لونجيتيود. خدنا النص الاولاني من القضيه معمول من الباك اوف بومس والنص التحتاني اللي معمول من الباك اوف اوبن. تعالى خد الحدود الجانبيه اللي هيقول لي صح يبقى مركز. طلع الحدود الجانبيه من فوق عباره عن السوبيريور سيريبيلر بيدانك صعبه، من تحت هناخدها بطريقه تصاعديه وهيرد معايا المجال. دي جواسيل ايه؟ تيوبل اللي في نهايه الجواسيل تاني. ودي ايه؟ ابواب جدع قال لي دي الكيونيت تيوبل اللي في نهايه الكيونيت تاني. ودي ايه؟ وفي الاعواد اجدع قال لي دي الانفيريور سيريبيلر بيدانك. يعني طلع اللي عاملين الحدود الجانبيه بتاع النص التحتاني من ارض من الفورس فنتريكال هم جواسيل كيونيت انفيريور سيريبيلر بطريقه تصاعديه. يبقى انا كده بخلص في الفورس فنتريكال وانت مش دبيان عشان لما ابدو بالحد محدش يقول انت بتقول ايه؟ كده خدنا الفورس فنتريكال وقضيته ايه؟ وخدنا حدوده الجانبيه. طلع النص الفوقاني حدوده الجانبيه معموله على الاثنين سوبيريور سيريبيلر بضنك، النص التحتاني حدوده الجانبيه معموله على كل ناحيه بطريقه تصاعديه. جواسيل كيوبريكال كيونيت كيوبريكال انفيريور سيريبيلر بضنك. صعب اللي انا قلته؟ لا. طلع واد جدع احنا في الميد ترين اهو قال لي انا ملاحظ ان في جروب هنا موجود في النص ما بين الاثنين انفيريور كوليكيولار. قلت له خير وبركه. وبعدين قال لي لو نزلت مع الجروب ده بص انا هعمل ايه؟ هلاقي نفسي كونتينيوس مع سين شيب اوف وايت ماتر طبقه رفيعه لونها ابيض. عملت ايه الطبقه الرفيعه دي للبيفهم والعياذ بالله؟ ثبتت نفسها ما بين الميديال ايدجز اوف ذا تو سوبيريور سيريبيلر بيدانك. والله اللي هيجاوبني يبقى قاعد فاهم دي روح. مش انا زمان كنت بقول لك السيريبيلر هنا وعملت ايدي كده زمان قلت لك الميدرين ستيم مايل كده وهيعمل خطيط الفورس فنتريكال والسيريبيلر راكب عليه كده وقلت لك ساعتها مجازا هو اللي عامل السقف مش السيريبيلر اللي عامل السقف. ادي النص الفوقاني من السقف قدامكم. طلع النص الفوقاني من السقف عباره عن الميديال ايدجز او بورد اوف سوبيريور سيريبيلر بيدانكل بالحته اللي لونها ابيض اللي ثبتت نفسها ما بينهم. بيسموا السين شيب اوف وايت ماتر ده سوبيريور ميداري فيلم. سوبيريور ميداري فيلم. طب واحد قال لي ايه داخل الكلام ده بالميد برين؟ ما هو مكتوب كده في الميد برين، مكتوب ان تحت الانفيريور كوليكيولار يوجد اثنين فلات بانك اوف سوبيريور سيريبيلر بيدانك يمشوا داونورد باكورد اند لاتر على جانبي النص الفوقاني من الفورس فنتريكال. مكتوب كمان ان في النص ما بين الاثنين انفيريور كوليكيولار يوجد جروب لما تنزل معاك تلاقيه مكمل مع سين شيب اوف وايت ماتر بتفرد نفسها ما بين الميديال ايدجز اوف ذا تو سوبيريور سيريبيلر بيدانكل دي اسمها سوبيريور ميداري فيلم وتعمل النص الفوقاني من سقف الفورس فنتريكال. تكريم زمان الحمد لله انا ماهر كويس قوي ان كنت قلت الكرينيال نيرفز لما تيجي تطلع من البرين ستيم تطلع من قدام ما عدا واحد. كان الواحد ده بيسيب منين؟ من ورا. حد يعرف العصب الرابع اسمه ايه؟ تروكيلر. تعرف ليه بيسموه تروكيلر؟ لا. يوجد جوه العين بقره من الفايبرز عامله زي التندو الناشفه بيسموها تروكيلر. يوجد جوه العين بقره من الفايبر ناشفه ماشي؟ زي التمن بيسموها يا اخويا تروفي. بيمشي جواها عضله اسمها سوبيريو اوبليك. الكلام ده جوه العين. العصب الرابع بيدي العضله اللي اسمها سوبيريو اوبليك.
اللي ماشيه جوه البقر بنسموا العصب الرابع التروكليان. يبقى سموه تروكليان نسبه لان بيدي عضله ماشيه جوه العين في بقر. العضله اسمها سوبيريور اوبلين، البقره اللي بمشي فيها تروكليا، فنسمي العصب الرابع مين؟ العصب الرابع هو الوحيد اللي لما يجي يسيب البرين ستيم يسيبها منين للناس اللي نايمه؟ من ورا. اسمع بقى احلى كلام، كل يبص كده فين العصب الرابع ده؟ العصب الرابع ما سابش ال 100 جرين قدام، سابها مين؟ ورا. بس لما جه ساب ال 100 جرين سابها تحت الانفيريور كوليكيولار، فانت ما انتش شايف. امال شفته امتى؟ كل يبص معايا ارسمه مجازا بالازرق عشان مسافتي دي اكبر. بص انا هعمل ايه؟ ايه بقى اللي انا رسمته ده؟ طلع العصب الرابع لما ساب ال 100 جرين سابها من ورا تحت الانفيريور كوليكيولار، بس انا مش شايفه عشان السوبيريور ميدالري فينا الجين داري عليه. هيخرم السوبيريور ميدالري فينا ويعمل ديكاسيت مع بتاع الناحيه الثانيه. تروكليا الشمال يروح اليمين، تروكليا اليمين يروح شمال، ويلفوا حوالين الناحيه اللاترال من ال 100 جرين ويظهروا من خلي بالك التروكليا نيرف هو الاونلي كرينيا نيرف اللي مش هيسيب البرين ستيم من قدام، هيسيبها من ورا تحت الانفيريور كوليكيولاي، مش باين. خرم السوبيريور ميدالري فينم والاثنين عملوا ديكاسيت، بتاع اليمين راح شمال، بتاع الشمال راح يمين، ولفوا حوالين الناحيه اللاترال من ميد برين عشان يظهروا لي من قدام. انا كده خلصت البوستيريور سيرفيس بتاع الميد برين. باقي لي مين؟ باقي لي اللاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس بتاع الميد برين بتاعنا ايه؟ محاضرة؟ طب خمس دقايق، محاضرة ايه؟ ألف؟ ألف؟ سكورة لسه؟ طب ده مش هاخد دقيقة؟ 1 مينيت؟ أونلي 1 ثانك يو. طب اللي عايز يقوم يقوم بقى، أنا ما بقولش حاجة يعني. اللاترال سيرفيس بتاع الميد برين ده هو اللي عايز يقوم، ده ايه؟ يا جماعة دقيقة، هي محطة ايه؟ بايو. بايو. مش ده بتاع حط الليتمس بيبر في الحلم لونها يبيض؟ احنا عارفين بتاع بايو ما اعرفش. ومش الهيستولوجي اللي في ناس بتاخد فيه درس، مش ده الكاسيريال كونكتد تيشن؟ مش هو كده؟ كل منوع عليه سيريال اللي انا جبتها لي. اه في ناس بتحب قوي تسقط الهيستولوجي يقول لك دويتي. ما عليك. تعالى ناخد اللاترال سيرفيس. دقيقة وهمشي. اللاترال سيرفيس معمول من الاثنين سيريبرال بدانكت. يعني الاثنين سيريبرال بدانكت. مش بس من قدام، دول عاملين كمان اللاترال سيرفيس. أما واحد قال يعني إيه؟ يعني السيريبرال بدانكت دول أكنهم عاملين واخدين لفة كده. يبقى يبانوا من قدام ويبانوا كمان لفة. بص بقى اللاترال سيرفيس ريليتد لإيه؟ في دقيقة وهتمشي. اللاترال سيرفيس من ورا بيبقى ريليتد للأربعة فريديات وادريجين اللي بيوصلوا ما بين السوبيريو والإنفيريو كولوكيلاي مع اللاترال والميديال جينيكليت بوتس. يبقى اللاترال سيرفيس من ورا ريليتد للأربعة دراع التوائم اللي هما اللي اسمهم حضرتك بريكيا وادريجين. طب تعالى نبص من قدام اللاترال سيرفيس ده ريليتد لإيه؟ ما هو لاترال على الجنب يبقى يبان من ورا ومن قدام. كل نص اللاترال سيرفيس بقى من قدام ريليتد ايه؟ طلع واحد كده قال لي عد معايا من فوق، انا ريليتد للاوبتيك تريكت. اثنين في فين هنا؟ اللي يقول لي اسم الفين ده يبقى ايه؟ الفين ده ماشي فوق المخ ولا تحت المخ؟ ده يبقى اسميه بيزل فين. اسميه ايه؟ حضرتك في ارتري هنا ريليتد للاترال سيرفيس بتاع الميترين نيرز ابر بوردر. في ناس انا بسمع اسم الارتري ده انا مش فاهم اسمه. انتيريور كورويدال ارتري. اسمه ايه؟ انتيريور. معايا ثانيه كورويدال ارتري. اهو كده عادي ما دام في انتيريور يبقى فيه سوستين. حد فاكر الفص بتاع المخ الكبير السيريبرال هيمسفير كان فيه كام سيرفيس؟ ثلاثه. ده اسمه ايه؟ لاتر. وده ميديا. وده انتيريور. حد فاكر كنت بقرا في الميديا من لاتر ازاي؟ كور بس كان بيقول لك ده وجدع. ده اي سيرفيس؟ ميديا سيرفيس. عرفتوا من الكور بس؟ فاكرين انا قلت الفنتري كان سموه الرابع ليه عشان فيه ايه؟ عشان انا نسيت اول وتاني وتاني. يوجد في كل فص تحت الكوربس كالوزم يوجد عند حضرتك بنقول ان هو فنتري اسمه لاترال.
واضح ان انت بتفهم. اثنين، وانا عندي فصين، هم اختاروا يسموا مين الاول ومين الثاني، فقال لك نسميهم تو لاترال فينتريكلز لانهم زي بعض. يبقى انا كده عرفت الاول والثاني، اللي يجاوب دي يبقى ناجح. ايه القوه اللي مرسومها هنا دي؟ الصلبه، تكبير عده الضهر من كده. في صلبه في الناحيه دي وصلبه في الناحيه الثانيه، في ما بينهم سبيس اسمه الفنتريكل الثاني. اسمع بقى احلى كلام، يبقى طلع السي اس اف جاي من فنتريكلز اسمهم ايه؟ لاترال. عددهم ايه؟ اثنين، واحد في كل فصل. يصبوا السي اس اف بتاعهم في فنتريكل اسمه ايه؟ ثالث. ما بين الاثنين ايه؟ ظلمان. بعد كده ينزل السي اس اف اللي مجهوداته في ايه؟ سلبي. بعد كده اوصل لاني فنتريكل؟ رابع. بعد كده اعدي فين؟ سنترال كانال اوف كروز مضلع، واكمل في السنترال كانال بتاع الاسفل. روح دلوقتي انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان الارتري ده اسمه انتيريور كوريتال، لان هو ده اللي هيطلع السي اس اف بتاع اللاترال فنتريكل. يبقى كلمه كوريتال يبقى هيطلع السي اس اف بتاع اني فنتريكل لاترال. وبما ان ده انتيريور يبقى في واحد ايه؟ باقي لي كلمه، ايه الحاجات